نشوف بعض الناس يمكن ما يكون عندهم الذوق العالي باختيار يعني الأثاث، وحتى التصاميم وحتى الستائر تكون مشجرة، والدخول يكون مشجر. طبعا هي الستائر كلش مهمة التوسعية المكان، يعني هسه احنا ننتجها اغلب شيء نكبر الشبابيك، لانه كل ما كبرت الشبابيك وكل ما كبرت الستائر وتكون نازلة قاعد تطي، انه عبالك انه مكان واسع. هذه حيلة تكون يعني بالديكور. اي بالضبط، يسموها حيلة الديكور. يعني الستائر تكون فاتحة. صحيح مروة، الستائر اذا كانت غامقة راح تحسيها تعطي كآبة وتغلب البيت، حتى اذا كانت اضاءة واسعة يعني. ايه بالضبط، ما كانت انه راح تشوفين الغرفه وما تعطي هذا الهدوء النفسي، بالعكس انه سبب الكآبه. ودائما نكون ضايجين فعلا. صحيح. يعني ما احب دائما، بس مرات نعتمدها اذا كان داخل يعني مثلا يعني مثلا بيج نخلي وندخل وياه فد لون طوخ هيك، وهذا اللي بالنص يكون شفاف يعني نكسر بلون. ايه بالضبط، بس مو كله يعني. نقدر نقول شيء مكمل شيء بالضبط، الستائر والالوان الجدار والديكور مال البيت. يمكن اليوم كثير من الاماكن صاروا يوفرون الستائر والغرف مال النوم، يكون يعني كامل، مثل ما نقول كامل، مجرد انه الزبون ياخذه ويخليه يكون مرتاح راسه. و لا بعض الناس لازم يختارون بكل زاويه من البيت كتصميم خاص، كديكور معين، حتى الاضاءه مرات تكون الاضاءه تلعب يعني دور كلش كبير. يعني كلش مهمه الاضاءه من تتوزع بطريقه صحيحه، يعني كلش تقلب الشكل كلش. هو البيت اصلا من يكون باضاءه كثيره يعني يفتح النفس، يعني تشوفين انه كلها طاقه.